معانا الاستاذ احمد دومه، عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثوره. اهلا استاذ احمد. طب خلينا نتكلم بهدوء يا احمد. دي واحده دلوقتي، هو مش حصل استفتاء على تعديلات دستوريه؟ تمام. راح فيه 20 مليون واحد. تمام. من ضمن التعديلات دي ان احنا وافقنا ان الدستور يبقى بعد 6 شهور بعد الانتخابات البرلمانيه. تمام. صح؟ بصرف النظر ان انا وانت وافقنا او لا، بس النتيجه في النهايه كانت ساحقه في 14 مليون. بس انا عايز بس اقول حاجه يا استاذ عمرو. أيوة. صحيح ان احنا يجب علينا ان نحترم قرار الاغلبيه وما اتت به الديمقراطيه في النهايه، لكن عايز اقول ان التعديلات الدستوريه دي في حد ذاتها كانت كارثه في مرحله ما بعد الثوره، كارثه لان مفيش تعديلات. على الاقل لو قبلنا بمبدا الاستفتاء على تعديلات دستوريه مفيش استفتاء يتم كده، وانا كنت عند حضرتك مره واثنين وثلاثه في البرنامج. احمد احمد احنا لا احمد احنا رحنا الاستفتاء ووافقنا، دي حقيقه. وكل الناس اللي طلعت بعد الاستفتاء قالت انها بتحترم النتيجه. يا استاذ عمرو انا بجايب شعب في سنه اولى، مش في سنه اولى، لسه في مجتمع ديمقراطيه، لسه ما دخلش حتى سنه اولى في الديمقراطيه. يا فندم كان حسني مبارك بيقول الكلام ده وكناش بنصدقه. ليه ليه وقت مبارك لما كان بيقول الكلام ده كنا بنزعل منه بقى؟ كان بيقول اي كلام يا استاذ عمرو؟ هو ده يبقى هو لا. الشعب المصري ال 20 مليون اللي نزلوا يا احمد دول ناس اكيد عندها وعي سياسي طبعا انها راحت انها تنتهي. عايزين يعني فجاه هيبقى الشعب تاني برضه ما بيفهمش. ده الشعب ده اللي وقف معاكم وكان في ثورتكم. احنا اللي ضحكنا على الشعب جينا في اول سنه اولى كده وجينا عاملين له امتحان وقلنا له حل الامتحان وانت مش عارف اي حاجه عنه، مش عارف حتى الماده. طب ما يا احمد احنا لو جينا غيرنا وعملنا استفتاء تاني هيطلع الناس في الاخوان. الناس اللي راحت الاستفتاء دي يا استاذ عمرو، الاخوان والسلفيين متهمين. انا في رايي في وجهه نظري الشخصيه كمواطن مصري قاموا بخيانه هذه الثوره. يا استاذ احمد وده مش مبالغه، بانهم وجهوا خطاب للناس وللعوام اللي حضرتك عارف خطاب السلفيين موجه لمين وخطاب الاخوان موجه لمين، بانهم الحقوا الماده الثانيه من الدستور والتانيين يقولوا لهم الحقوا المسيحيه في خطر والاسلام في خطر والماده الثانيه في خطر والمسلمين بيقولوا لا والمسيحيين بيقولوا لا. ده خطاب غايه في الاضمحلال وغايه في التخلف وغايه في الكارثيه في مرحله ثوره.